اكيد في باص الخير وبدنا نحكي له رمضان كريم عليك. كل عام بخير يا ستي، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. يعني احنا اخذناك، انت وين رايح هلا؟ والله رايح على المسجد، انا اصلي صلاه العصر. ان شاء الله احنا هلا بدنا نوصلك للمسجد وبدنا ندردش معك شوي، نتعرف عليك. سعد حسين عطيه. سعد شو بتخبرنا برمضان؟ شو بتحكي لنا؟ كيف الاجواء شايف؟ والله الحمد لله كويسه والامور خير وبركه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. رمضان كريم. حياكم. كيف الشوب اليوم؟ والله الحمد لله يعني شويه كويسه، حافيه حاره شوي، الحمد لله رب العالمين. جهزتوا حالكم بشهر رمضان؟ بشهر رمضان ولا من قبل؟ احنا اول باول يعني الحمد لله رب العالمين، زي اللي بقول اول باول، والحمد لله رب العالمين الامور ماشيه والحمد لله رب العالمين. طيب شو في هيك ظواهر سلبية بتشوفها بشهر رمضان ما بتعجبك؟ والله في ظواهر، يعني هي الناس يعني بتخطف على الشراء مرة واحدة في أول رمضان، بعدين يعني زي بقول حاجتهم كلها مرة واحدة، فالإنسان يعني الاقتصادي يكون أول بأول يشتري حاجته، وأكثر من هيك ما يأخذ أكثر شيء. كيف بتقضي وقتك بعد الفطور؟ والله أنا بروح على المسجد بصلي بدوامي للساعة 3، وبروح على المسجد بصلي وبعود أرجع البيت ونفطر وبعود نرجع التراويح. طيب بعد ما تصلي التراويح بتروح عند خواتك إخوانك تسهر؟ صلاة الرحم هي مطلوبة لكل إنسان، يعني صلاة الرحم هاي بروح الواحد بكون في اليوم فاضي ما يأخذ عطلة بزورهم بعد الإفطار، بسلم عليهم بعزمهم في الإفطار، بعزمهم على المائدة. شو بتتمنى بشهر رمضان؟ والله كل خير والأمن والسلام والحمد لله رب العالمين، والأمة الإسلامية بخير وبسلام إن شاء الله، وعلى وطننا الأردن وجلال سيدنا الله يطولنا بعمره إنه يديم الأمن والأمان علينا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني إحنا وصلنا بدنا نحكي لك رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. رح نقدم لك طرد مقدم من شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية. كل عام وأنت بخير يا رب. صحة والسلامة، وكل عام وأنت بخير، وشكرا للجنيدي وشكرا لكم إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير. بدنا نحكي لراكبنا الجديد، رمضان كريم. الله كريم. كيف حالك؟ شو أخبارك برمضان؟ خير والله. شو اسمك؟ اسمي إسماعيل علي مصاروة. إسماعيل أنت وين تشتغل؟ أنا بشتغل موظف أمانة لدائرة كنز معلومات. الله يعطيك العافية، مروح شكلك من الدوام؟ نعم مروح. الله يعطيك العافية. خبرنا كيف شايف أجواء رمضان السنة؟ في غلاء بالأسعار ولا؟ طبعا الكل بشكي من غلاء الأسعار، بس يعني شيء طبيعي تقريبا شبه تعودنا عليه. جهزت هيك لرمضان، تجهيزات رمضان، الاكل قبل رمضان ولا برمضان؟ قبل رمضان طبعا جهزت. كانت الاسعار منيحه قبل رمضان؟ طبعا كانت اسعار منخفضه. هل ارتفعت برمضان ولا زي ما هي؟ ارتفعت. كم ولد عندك؟ انا لسه ما عنديش. مش متجوز؟ اه. طيب كيف بتقضي وقتك هيك بشهر رمضان؟ والله معظم وقتي في الدوام، و باقي الوقت الثاني في البيت يعني مع أهلي مع أخواني. الحجة موجودة؟ لا الحجة طبعا الله يرحمها. الله يرحمها إن شاء الله. لمين بتفتقد هيك بشهر رمضان المبارك؟ طبعا بتفتقد لأهلك ولا أخوانك، والحجة طبعا الله يرحمها يعني زمان كانت موجودة. الله يرحمها. أمنية بتتمناها بشهر رمضان؟ أتمنى أنه البلد يظل بخير وجال سيدنا بخير ويمضي الشهر أخير طبعا. وإحنا بدورنا بنتمنى لك الخير يا رب، وبنحكي لك رمضان كريم، نقدم لك طرد مقدم من شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أنا شكرا. معكم برحلة الخير لليوم، ومعنا راكب جديد وبدنا نحكي له رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم يا ربي، الله يسلمك يا رب. شو أخبارك؟ شو بتخبرنا اليوم بشهر رمضان؟ تمام الحمد لله، والله ما شاء الله الحمد لله، شهر كريم علينا وعليكم يا ربي. كيف الجو اليوم؟ والله الجو نار.
الجو حابي. والله انت مروح هلا على بيتك؟ لا والله طالع على شغلي. طالع على شغلي هلا. احنا هلا بدنا نوصلك لشغلك في باص الخير، وقفنا لك بس هيك خلينا نعرف كيف اجواءكم بشهر رمضان، كيف بتقضوا بعد الفطور؟ والله احنا شغل الالبسه عندنا، فاحنا بنضل مستمرين يعني ما بنروح، بنضل في شغلنا لحد الساعه 12 واحدة بالليل. نعم. تزور خواتك أهلك أمك بشهر رمضان؟ طبعا هي لها أيام الجمعة، كل الزيارات هي بتصير أيام الجمعة، العزائم هي أجواء رمضانية المعتادة. نعم. يعني دائما بالصبح أنت بتقضيه بالمحل؟ نعم من الصبح للساعة واحدة اثنتين بالليل. نعم أيام الجمعة. يعني كيف شايف الأسعار الألبسة السنة، عليكم ارتفاع ولا نفس الإشي؟ ارتفاع بعد تسكيرة سوريا طبعا، يعني ارتفاع صار عندنا ارتفاع كثير عالي، يعني ما تسكيرة سوريا ضرتنا، يعني صار كل إشي يجي من الصين، والارتفاع الجمارك وارتفاع الشحن هذا كله زاد علينا يعني أكيد. يعني الأسعار رح تكون نار على العيد؟ إن شاء الله إن شاء الله. لا يعني إحنا تقريبا الأسعار متوسطة، يعني بتناول الأيدي جميع إن شاء الله. نعم بس. طيب لمين بتحب تهدي بشهر رمضان عبر شاشة نور مينا؟ والله بنهدي للوالدة وللأهل ولكل أهل الصباح ولآل عرابي نسايبي برضو، بنهديهم كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان الجاي تكون الأمور كلها مهتدية في الوطن العربي كامل بإذن الله. نعم. كم ولد عندك؟ عندي بنوتي واحدة دعاء بس. قد عمرها؟ عمرها سنة وست شهور. الله يخلي لك إياها يا رب. هيك جهزتوا حالكم لشهر رمضان؟ اشتريتوا زينة رمضان؟ والله اشترينا. نعم اشترينا زينة رمضان وجهزنا حالنا، إن شاء الله الأمور كلها بخير بإذن الله، علينا وعليك يا رب. طيب احنا بدنا نقدم لك طرد مقدم من شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية، ونحكي لك كل عام وانت بخير. وانت بخير بالصحة والسلامة. نعمان الجنيدي احنا ما بنشتري غير منها طبعا، هاي ألبان الجنيدي كلها ما شاء الله، يعني ألبان زاكية وشيء كثير عظيم، يعني ما شاء الله عليهم، ان شاء الله منها الأحسن يا رب. الله شكرا لك وصحتين، كل عام وانت بخير يا رب. اهلا. رمضان كريم لراكبنا الجديد، كيف حالك؟ حياكم. الحمد لله رب العالمين. شو اخبارك اليوم برمضان؟ الحمد لله رب العالمين. دحلين هاي. كيف شايف الشوب؟ كثير كثير شوب اليوم والله، حراره. يعني احنا بنكون ماشيين بالباص وكثير شوب، بس بنكون مبسوطين لانه احنا بنفرح الناس. شو بتخبرنا برمضان؟ كيف شايف الاجواء السنه؟ الله الحمد لله رب العالمين، هو ان شاء الله بس انه يعود على الامه الاسلاميه باحسن من هيك ظروف، خصوصا مصر وبسوريا وهذا، وبس الحمد لله رب العالمين يعني على كل حال، وان شاء الله ربنا بفرحنا برمضان القادم، كل ظروف الدول العربيه بتكون احسن ان شاء الله. كيف الاسعار السنه شايفها؟ عاديه يعني سد، مش يعني ما فيش ارتفاع كثير يعني، مش كثير. جهزتوا حالكم للعيد هيك للاطفال؟ عيد والله لسه العيد، لا لسه، بس احنا يدوب رمضان يعني برمضان داخلين، يعني العيد ان شاء الله بعد نص رمضان بلش نحسب له. كيف بتقضوا وقتكم برمضان بالليل؟ يعني بعد الفطور ونطلع على التراويح، بعدين ببلش يعني السهرات الرمضانيه، بس انا بحكم دوامي شفتات يعني بصح لي امرار بفطر بالشغل يعني زي الايام هاي، امرار بفطر بالبيت عند ولادي. بتزور اهلك، بتزور اخوانك خواتك برمضان؟ دائما تقريبا، يعني ما فيش يومين والثاني الا واحنا مع بعض، يا هم بيجوني انا بروح لهم. شو المشاكل اللي هيك بتواجهك بشهر رمضان؟ والله انا بس انه بالنسبة عن العمل ولا برا العمل ولا كيف؟ أي شيء، أي ظاهرة بتشوفها؟ أيام دوامي بضطر إني أفطر برا البيت بس، وظاهرة مفرقعات هاي الأولاد اللي عاملين عملهم فينا يعني كثير. امبارح كان إزعاج، خصوصا عندي بيبي صغير لسه جديد، فامبارح حرام ما عرفش ينام من المفرقعات والهاي. طيب أمنية بتتمناها بشهر الخير؟ إن شاء الله إن شاء الله يا رب تعود على الأمة الإسلامية بظروف أحسن من هيك، وإن شاء الله كل ظروف الدول الإسلامية والعربية كلها تكون ظروف أحسن يا رب. وأمني شخصية إنه يا رب أولادي ينجحوا يدخلوا الجامعات إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا بنتمنى لك كل الخير يا رب. إحنا بدنا نقدم لك طرد مقدم من شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية، ونحكي لك كل عام وأنت بخير يا رب، عليك وعلى عائلتك. وأنت بخير يا رب، وشكرا لقناة نور مينا، وشكرا لنعمان الجنيدي، وشكرا لكل الشباب اللي معنا هون فرحونا. شكرا لك. شكرا لك.
اخر راكب معنا لليوم في رحلتنا في باص الخير، رح نقول له رمضان كريم عليك، اهلا وسهلا فيك. علينا وعليك ان شاء الله، اهلا وسهلا فيك. شو اخبارك؟ شو بتخبرنا اخبار برمضان؟ والله زي ما انت شايف الجو كيف، والحمد لله دائما رمضان زي ما بقولوا رمضان كريم والله اكرم. الحمد لله كانت الاجواء حاميه بالرمضان، ما توقعناش يكون الجو زي هيك برمضان، اجى براد الجو كويس. انت متجوز؟ خاطب. خاطب، امتى رح تتجوز؟ السنه الجايه ان شاء الله. يلا سلام لخطيبتك من باص الخير، نسلم عليها. اوكي، طيب احكي لي، ما تعرفت على اسمك؟ جميل دانا. جميل جميل، كيف تقضي وقتك برمضان؟ والله اغلبيته في العمل، بعد الافطار بكون مع العائله في السوق المساء، وثاني يوم برضه شغل على هالروتين. كيف شفت الاسعار السنه بشهر رمضان؟ اسعار الالبسه غاليه شوي، الاسعار الغذائيه تقريبا تقدر تحكي قريبه من السنوات السابقه، بس الالبسه شوي غاليه. يعني الناس رح ياكلوا هوا بالعيد من الاسعار؟ لا ان شاء الله لا، شهر خير هذا وان شاء الله ما الناس باكل هوا زي ما حكيت. ان شاء الله يا رب. طيب شو الامنيه هيك بتتمناها بشهر الخير؟ والله تنتهي المشاكل في كل الدول العربيه، هاي اكبر امنيه عندنا. ان شاء الله يا رب. امك موجوده؟ جميل، ان شاء الله الله يخلي لك اياها. كيف بتبرها بشهر رمضان؟ بتزور خواتك اذا لك اخوانك متجوزين؟ هي الزيارات العائليه اكثر شيء برها في رمضان. بتتسحروا برمضان؟ بتسحر برمضان. اها، طيب لمين بتحب توجه اهداء من باص الخير في برنامج، في برنامجنا رحلات الخير اللي طبعا راعي برنامجنا هو نعمان جنيدي للصناعات الغذائيه؟ بوجه تحيه في شهر رمضان اول شيء ل الشعب الأردني، إنه إيد واحدة الحمد لله، إنه البلد عندنا ما زالت بلد أمن وأمان، تظل البلد هيك متماسكة تحت ظل سيادة جيد سيدنا الملك عبد الله، الله يديمه فوق راسنا إن شاء الله. وبس هاي أمنيتي إن شاء الله، إنه كل رمضان تظل الشعب الأردني زي ما هو. إن شاء الله، إحنا نتمنى لك كل خير، وبدنا نحكي لك رمضان كريم عليك وعلى أهل بيتك وعلى خطيبتك، إن شاء الله يا رب تتمموه على خير. بدنا نقدم لك طرد مقدم من شركة نعمان جنيدي للصناعات الغذائية، وكل عام وأنت بخير يا رب. وأنت بألف خير يا رب، وأنت بألف خير، شكرا لكم.